هالحوض اللي تشوفونه هذا عمره 55 سنة تقريبا، أنشأه الملك فيصل الله يرحمه. طبعا عندنا في البلد قصص جدا جميلة للبدايات وأحلام البدايات ما نعرف عنها كثير. أنا ما عرفت عن قصة هذا المشروع إلا الأسبوع الماضي. أنا في حرض تبعد عن الخرج تقريبا 200 كيلو في مشروع بدأ وانطلق من هذه الأحواض. هذه الأحواض كانت فكرة حلم عند الملك فيصل الله يرحمه، أنه توطين البادية في هذه المنطقة، وأنشأوا هذه الأحواض لسقيا مزارع ليكون مشروع اكتفاء ذاتي وحيواني وغذائي. وتطور المشروع حتى أصبح اليوم من أكبر المشاريع في العالم. بدأ هذا المشروع عام 1963، ثم تحول عام 78 لشركة بين الحكومة ومستثمرين، ثم عام 81 إلى شركة نادك. شركة نادك هي من أخبرتني الأسبوع الماضي لما طلعنا مزارع زيت الزيتون في الجوف عن هذا المشروع وكيف بدأ، فقلت أبغى أزوره. ونادك لهم محبة خاصة عندي لأنه الخدمة اللي قدموها الأسبوع الماضي والتجاوب مع موضوع مرة كبير اللي هو خدمة صغار مزارعين الزيتون وزيت الزيتون في منطقة الجوف، تجاوبوا ومباشرة قالوا نأسس جمعية لدعم صغار المزارعين، بنتكلم عنها فيما بعد، بنركز اليوم على هذا الموضوع. وأيضا كان عندهم فكرة لتطوير مهرجان زيت الزيتون في الجوف، فهذا يعني ما أقول فضل لهم لكن واجب اجتماعي ووطني لبوه وما قصروا. بتشوفون اليوم معنا شيء لأول مرة يعرض في سناب يمكن عن مزارع الأبقار ومصانع الألبان، معلومات كثير تفيد المستهلك راح ياخذها اليوم وبدون بسترة. نشوف. معي هنا أخوي المهندس عبد الله العرجاني مدير مشروع نادك في حرض. هذا المشروع الحلم وش صار اليوم؟ اليوم تحول إلى الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، موجود فيها أكثر من 75 ألف مزرعة في موقع واحد، وتعتبر هي اليوم أكبر مزرعة كاملة متكاملة في موقع واحد في العالم. ننطلق نشوف المشروع. حياكم. توكلنا. طبعا المهندس عبد الله قال أوريكم شيء قبل لا نروح للمزارع والمصانع. تفضل المهندس عبد الله. جينا اليوم على بدايات نادك. قبل كذا حاب إني أوضح لكم معنى نادك. نادك هي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، National Agriculture Development Company. وإذا أخذنا الحرف الأول من كل كلمة يعطينا نادك. اليوم حنا في المصنع هذا رقم واحد. المصنع هذا ينتج هذاك الوقت تأسس عام كم؟ تأسس عام 1981. طبعا بعد استلامه من شركة حرب تحول إلى الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، فتم إنشاء المصنع هذا. طاقته اليومية 4000 لتر في اليوم هذاك الوقت. هذاك الوقت اليوم كان يعتبر رقم ضخم. كان يعتبر رقم ضخم. واليوم حنا ننتج كم كان بقرة فيه؟ مرتبط ذاك الوقت البقر هذه الموجودة عندنا 400 بقرة. اليوم عندنا أكثر من 75 ألف بقرة. ما شاء الله تبارك. والمصنع اللي نبي نشوفه الآن، المصنع اللي نبي نشوفه الآن طاقته اليومية أكثر من 2,500,000 لتر في اليوم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الآن خلاص الآلاف صارت زراعة بالكامل في الخارج. نعم. لأنه طلع قرار حكومي بمنع زراعة الآلاف داخليا علشان استنزاف المياه. والمشروع هنا ايضا اكتفاء ذاتي، كهرباء ومياه. نعم، كهرباء ومياه كله اكتفاء ذاتي. عندنا محطه تنتج اكثر من 50 الى 60 ميجا وات تغطي المشروع بالكامل. جميل، بنشوف بعد شوي. يلا توكلنا على الله. احنا وين رايحين لما مهندس عبد الله؟ طالعين الان الى مزرعه الابقار رقم 7، وهي احدث مزرعه متواجده اليوم. من النقطه هذه الى ان نصل تقريبا 27 كيلو. هذا طبعا احنا كله داخل المزارع. داخل المزارع، داخل مشروع نادك. جميل. احنا الان داخلين على مزرعة الحزم. سميت مزرعة الحزم لانه صادف افتتاحها مع بداية حرب اليمن. هذا المرش بتاع
تعقيم اي معده او سياره تدخل للمزرعه عباره عن مويه ومطهر. جميل. المزرعه هذه طاقتها 10,000 بقره حلابه تنتج اكثر من 350,000 لتر في اليوم. ما شاء الله. احنا الان في مزارع الابقار، معي هنا الاستاذ خالد الاقيل مدير مزارع الابقار في شركه نادك. حياك الله ابو محمد. اهلا وسهلا. اشرح لنا عن هالمشروع هذا الان. احنا في مشروع حرض، مزارع الابقار جزء اساسي من المشروع. عدد الابقار تمالي عدد القطيع في نادك 75,000 راس، منتج اكثر من 420 مليون لتر في السنه، حوالي 1,200,000 لتر يوميا. زي ما تفضل، مهمتنا الأساسية إنتاج حليب خام بأعلى جودة. طبعا جودة الحليب بداياتها من أصغر عمل في المزارع إلى أعلى شيء. نبدأ في نظافة الحظائر، تهيئة البيئة المناسبة للأبقار لإنتاج أعلى كمية ممكنة من الحليب. زي ما تشايف في الحظائر فيه أجهزة تبريد، هذه حيث أن تكييف، يعني أجهزة تكييف هي عبارة عن هواء مع ماء لتخفيض درجة الحرارة من 40 قد تصل إلى 50 درجة في الخارج إلى 27 إلى 25 درجة مئوية داخل الحظائر. طيب أنا عندي سؤال، ليش المزارع بعيدة عن بعض؟ يعني مزرعة كل واحدة عن ثانية 5 كيلو 6 كيلو. والله البعد المزرعة عن المزارع الأخرى، هذه من ناحية البيو سيكوريتي اللي هي الوقاية من الأمراض. في حالة لا سمح الله وجود أي مرض وبائي، على أساس ما تنتقل الإصابة من مزرعة إلى مزرعة. إنما في حرض عموم المزارع هنا ما قد صار أوبئة. من إنشاء الشركة ومن بداية الاستثمار في مزارع الأبقار ولله الحمد لم تتعرض قطيع نادك أو شركة نادك لأي مرض من الأمراض الوبائية. طبعا هذا يعود إلى أكثر من سبب. السبب الأول وجود تحسين الوقائي للأبقار من الأمراض المعدية. السبب الثاني بعد المشروع عن مشاريع الإنتاج الحيواني. احنا في منطقة اقرب مشروع لنا يبعد حوالي 100 كيلو، فهذا يساعد انه عدم انتقال الامراض او اصابة قطيع هنا. طبعا الاعلاف شو يتم فيها هنا ابو محمد؟ هنا يتم خلط الاعلاف وتوزيعها على الابقار بشكل يومي. طبعا الاعلاف عبارة عن مادة اعلاف طبيعية، ما تستخدمون شيء كيميائي علشان يزيد الاعلاف؟ شيء كيميائي، نستخدم كلها مواد طبيعية، فول الصويا، الصفراء، النخالة، بذرة القطن، كثير من المواد. جميل. الطبيعية. جميل. طبعا احنا يوميا بشكل يومي نخلط اكثر من 1400 طن للابقار، منزع للابقار، وهناك تحليل مخبري لكل المواد الداخلة في تغذية الابقار. جميل. هذه حظائر العجول، هذه كم عمارة أبو محمد؟ هذه العجول عمرها من يوم إلى 10 أيام، يتم تربيتها في المنطقة هذه، بعدين تروح منطقة خارجية في أقفاص خارجية إلى عمر شهرين، شهرين يتم فطامها وتحويلها إلى مزرعة العجول. والعجول ذكور تحول إلى تسمين. طبعا البنات يشوفون هذا كيوت يبي له فيونكه، والشباب يقولون يزينهم قلقل. السلام عليكم. السلام. الحين احنا وصلنا هنا للمحلب، شايف انا مكان فخم. وين المحلب هذا؟ عشان تنتج حليب جوده عاليه لازم يكون مكان فخم. طيب فخامه وفخامه جوده الحليب ان شاء الله نشوف. طبعا انا ودي بس اذكر بعض النقاط عن المحالب. احنا شركة نادك عمليات الحلب بشكل يومي اكثر من 95,000 عملية حلابة يوميا، تتكلم عن
رقم كبير ومجهود جبار يتم من الأخوان مدراء المزارع، واللي نفخر فيه أن كل مدراء المزارع في شركة نادك سعوديين. الأخ عبد العزيز إسماعيل، الأخ أنور العنزي، الأخ فهد المغيري، الأخ محمد الشهري، الأخ عبد السلام المزيني، الأخ فهد المغيري، الأخ مصطفى المغيري. الأخ أنور تشرح لنا عن العملية كيف تتم؟ حياك الله. العملية سهلة بسيطة، احنا نقوم بعملية خروج الأبقار من الكبائر تجي لمنطقة الوقوف. منطقة الوقوف تشوف المنطقة اللي وراء المحلب تسمى منطقة وقوف الأبقار، نسوي عملية الغسيل الأولي. الغسيل الأولي خروج الماء من تحت، من تحت الأرض، النظام المرشات معدل دقيق. احنا نقوم طبعا باجراءات لجوده الحليب. كل عندنا هنا اللي يخدم كل حلاب متخصص يخدم له 5 بقرات. كل بقره لها اجراءات، هيجينا اجراءات نظافه نسويها. نضع ماده اسمها ماده الايودين الاوليه نرش على الضروع الابقار. بعدها نسوي عمليه اختبار نتاكد ان الحليب الضرع سليم، حليبه سليم. بعدها نضع التيشيرت تنشيف ننشف الحلبات. بعدها نضع المكائن الحلابة. بعد ما نضع مكائن الحلابة طبعا تعمل المكائن اوتوماتيك عن طريق سيستم في المزرعة، تبدأ بعملية انتهاء الحليب. ينزل ايش؟ تنزل الماكينة اوتوماتيك من ايش؟ من البقرة. جميل. انا ودي ادخل الان جوا اتفرج، بس كم حلبة في اليوم البقرة؟ يحلبها 3 مرات. كم تنتج؟ معدل 38 لتر. ما شاء الله. الحين تتم عملية الحلب الآن. نعم. الآن نقوم بإجراء الحلب. طبعاً نقوم 3 عمليات حلب اليوم. كل حلبة معدل الحلب معدل الحلب إلى 120 ألف لتر. نفس اللحظة بعد إنتهاء الحلب الأولى يتم نقلها إلى المصنع. لا يمكن إيش تركها في المزرعة. فهو إجراء من رفع عملية الجودة في الحليب. جميل. هذا يفصل الآن؟ نعم. طبعاً هو النظام إنه بعد عملية إنتهاء الحلب هو نظام الهواء أوتوماتيك. بعد ما تنتهي الحليب بعد ما يصير نقوم بمرحلة التعقيم الأخيرة بعد عملية الحلابة. تعقيم الضرع يعني. نعم نعم، عشان نتفادى أي ميكروبات لا سمح الله بعد عملية. جميل. الآن نشوف الأبقار وهي داخلة وكيف طريقتها في عملية إنها تصب كل واحدة من كل بخيلة حلابة من نفسها. من نفسها طبعا بعد التدريب عرفت يتدرب على الشيء. نعم. عرفت الأبقار اللي هنا الحليب ينزل. اها. بس بتشوفها تيجي هي على طول الصب. رتب نفسها. يعطيكم العافية. جولة حلوة. طبعا الأخ فهد المطيري مدير مزرعة أخرى. مدير مزرعة 6. أنتم كل مزارع نفس الديزاين. المزارع قيادات سعوديه. جميع نفس الديزاين. نفس الديزاين. الله يعطيكم العافيه. نفتخر فيكم والله. تسلمون يا شباب. تسلم الله. أنا لفت نظري الحين هالسلال هذه، قالوا لي هذه للنفايات. وش ترتيبها؟ هذه لفرز النفايات. أيوه. البيئة يتم فرز النفايات. جميل. بلاستيك والمعدن والزجاج. يا سلام، هذه لو تطبق عندنا في مدننا أفضل. هذه صور تذكارية، هذه صورة في مدارس. أنا يوم صغير انكسرت يديني وجو نادك للمدرسة وجابوا هدايا، فكلهم أخذوا لنا انكسر خاطري، فلازم تعوضوني هالحين. أبغى ميدالية عليها نادك. شوفوا لي ميدالية من عام كم؟ 87. دبروا. جينا هنا الآن راح نبدل علشان ندخل المصنع ونشوف المنتجات داخل. من كثر ما لبسونا خفت والله، كل شيء مغطى، حتى الشنب لازم تغطي بماسك. يلا. مصانع الألبان. طبعا هذه منطقة دخول العاملين. النظام هذا هو تعقيم للعمالة، تعقيم الأيدي، ضمان جودة كل العاملين جدا رائع. الآن دخلنا المصنع.
نعم. مش بنشوف الآن مهندس الآن نبي نشوف الأول المختبر. عدد الاختبارات اللي تتم في المختبر هذا تقريبا 11,000 اختبار في اليوم. الحليب هو واصل من المزارع، تأخذ عينات وتحلل لضمان جودة، تكون مطابقة للمواصفات، مواصفات نادك اللي تعتبر أدق من المواصفة القياسية السعودية. هذا المختبر. السلام عليكم. هذا حنا الآن في المختبر. المختبر مقسوم إلى قسمين، قسم الكيميائي وقسم المايكروبيولوجي. القسم الكيميائي تتم فيه الاختبارات السريعة مثل قياس الدسم وقياس نسبة الـ pH والحموضة ودرجة حرارة المنتج. والقسم الآخر هو قسم المايكرو، تأخذ عينات لعمل اختبارات مزرعة. تأخذون عينات يوميا؟ عينات يومية. المنتج في كل مرحلة يمر فيها من تانك إلى تانك أو الماكينة الماكينة تأخذ عينة ويعطى ليز أو مرور قبل التعبئة. كم عينة في اليوم عندكم؟ تقريبا 11,000 عينة في اليوم الواحد. جميل. الآن حنا في غرفة التحكم. الشاشة هذه توضح الحليب من وصوله من المزارع إلى التصنيع إلى التعبئة. هنا تقريبا صنعنا حنا أكثر من 150 منتج في اليوم على كل المقاسات بالنسبة لللبن والحليب أو منتجات الألبان عافة والعصائر. وكلها مرت على المختبر. كلها مرت على المختبر. جميل. الآن بالنسبة للبودر في الحليب، هل هو مضر؟ لا حقيقة ما هو مضر، ولكن استخدام الحليب الطازج هو فائدته أكثر من البودر. السوق اليوم موجود فيه منتجات كثير من منتجات طويلة الأجل. كل ما هو عليك فقط قراءة مكونات العبوة. مع وجود الغذاء والدواء تضمن كل ما هو مكتوب فهو صحيح. يعني قصدك علشان هيئة الغذاء والدواء الآن اللي يكتب مكونات غير صحيحة هي ويله يعاقب. فالمفروض الشخص يقرأ المكونات. المكونات يعرف إن هل هو الحليب طازج أو حليب معاد تكوينه. كذلك تجينا أسئلة كثير، وش الفرق بين الطويل الأجل والطازج؟ هو حقيقة ما الفرق. الحليب هو طازج في كل العبوتين، لكن الفرق بين هذا هو عبوة بلاستيكية مبستر درجة حرارته أقل من 100 درجة مئوية، وهنا حليب معامل على حرارة عالية جدا لكن ما تفقد مكونات أو خواص. بس كلهم حليب 100%، ما فيهم بودرة. فائدته واحدة، ما في بودرة. ما في بودرة. أبغى أخذ لبن أشرب، تو قالوا لي لا ممنوع، نعطيك برا. طيب مشتيم الماكينة، قالوا ما بعد خلص فحوصات نعطيك برا. الشكوى لله. احنا نعتز باللوحة هذه سلامة أولا، ولله الحمد 3,300,000 ساعة بدون إصابة. آخر إصابة كانت في سبتمبر 2015. ما شاء الله. اليوم 3 سنوات تقريبا بدون أي إصابات في المصنع. الله يعطيكم العافية، والله لا يضر أحد، والله يجنبكم الحوادث والأخطار. جزاكم الله خير. جبناه بالقوة، ما يعطونا يعطونا هنا. كرمكم الله، شكرا. ودنا انك تجرب المنتج هذا، مقترح من الشيخ سليمان الراجحي. حليب بالتمر، اسمه تمري، حليب طازج وتمر من تمر نادي، تمر خلاص سمع. تسلم، الله يحفظك. خلني افتح هذا. والله لذيذ، يعني يشبه حليب الشوكولات بس هذا أخف، يعني أخف وحلاه طبيعي. لا لذيذ والله. الآن حنا في مدينة نادك السكنية داخل المشروع. داخل المشروع في هنا القسم العوائل، وفي تقريبا ما يقارب 250 أسرة. ما شاء الله. والقسم الآخر قسم العزاب، وفي أكثر من 1,100 سويت للعزاب. كم عدد الموظفين كلهم؟ عدد الموظفين 3,200 موظف داخل. بس بيئة عمل وبيئة اجتماعية جيدة هنا. كمان فيها المدارس. إحنا الآن أمام مدارس نادك الابتدائية للبنات، وفي في الخلف للبنين. طبعا إحنا عندنا هنا المتوسط الابتدائي والمتوسط. جميل. عدد الطلاب. ومرينا هناك بعد من عند نادي العوائل الترفيهي.
موجود ليخدم العوائل، وفي مماثل له للعزاب. جميل جميل، ببيئة جميلة جدا وتخدم، خصوصا انك بعيد عن المدن بعد. ما شاء الله، الله يجعله عامر، وشكرا لكم يا مهندس عبد الله، ما قصرتوا. بس ليش هالكلافة؟ الله يطول عمرك يسلمك. في الختام شكرا لنادك على الحفاوة، على هذه التغطية الرائعة، على هذه المنتجات الممتازة، نفخر فيهم. وكل منتج سعودي محلي ويدعم الشباب وتوظيف الشباب نقول له أهلا، وكل منتج أنا أثق فيه شخصيا أحب أني أبرزه. ففي الختام أتمنى أن التغطية عجبتكم.